للمزيد ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ وضاح الجليل، الكاتب والمحلل السياسي اليمني. استاذ وضاح، اهلا وسهلا بك. عندما يشترط السيد احمد عبيد بن دغر ضروره انسحاب الميليشيات الحوثيه من صنعاء، اذا كان الحوثيون اصلا لم ينسحبوا من معركه الحديده التي تدور على مدى اكثر من شهر، ما الذي قد يدفع الحوثيين للانسحاب من صنعاء او الحديده على حد سواء؟ نعم، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. بالنسبة لهذا الطلب أو الشرط الذي وضعه رئيس الوزراء، هو يأتي بمثابة، ليس كما قد يظن بأنه شرط تعجيزي، بل هو واقعي جدا وحقيقي تماما. ذلك أن الحوثيين يسعون إلى جعل النقاش والجدل حول مدينة الحديدة وتسليمها وتسليم ميناها من عدمه، بينما هذا السعي الهدف منه فقط تجزيء القضايا وتحويلها من قضية عامة كلية، هي قضية دولة وانقلاب على الدولة وعلى الشرعية واستيلاء على مؤسسات الدولة، إلى قضايا جزئية مثل قضية ميناء الحديدة ومدينة الحديدة. لكن أستاذ وضح، يعني لماذا ترى في المطلب أو الاشتراط هذا اشتراطا واقعيا ومنطقيا، إذا كانت الحرب الدائرة منذ 3 سنوات حتى هذه اللحظة اكتسب فيها الحوثيون أرضا لا بأس بها بالنسبة لهم، ما الذي يجعلهم طواعية الآن يقبلون على خطوة تسليم العاصمة صنعاء بكل ما فيها من أهمية استراتيجية وسياسية؟ لأنه لا يمكن استعادة الدولة والدخول في سلام حقيقي وفي تسوية سياسية حقيقية تضمن سلاما عادلا وشاملا على مدى طويل وتجنب البلد أي صراعات قادمة إلا من خلال انسحاب الحوثيين من كافة مؤسسات الدولة ومن تسليم العاصمة صنعاء وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل حدوث الانقلاب. بدون ذلك وبالطريقة التي يريدها الحوثيون من تجزيء القضايا والتزويف والمماطلة، هذا يعني الدخول في مرحلة تسويات سياسية متجزئة. لو كانت المسألة مرتبطة بالقيم الوطنية وبالجانب الأخلاقي، ما كان التحالف العربي استدعي من قبل الحكومة اليمنية، يعني تصديقا لأن السيف أصدق أنباء من الكتب، يعني المسألة لم تكن تدار بشكل عسكري على النحو الذي تابعناه إلا لأن الحوثيين ليس لديهم الرغبة في أن يسلموا ما اكتسبوه. نعم، وبالتالي كان لابد من أن تكون هناك قوة عسكرية رادعة لإجبارهم على الانسحاب والانصياع للشرعية والشرعية الدولية أيضا. الآن الحوثيون إذا لم يتمكنوا، إذا لم يقوموا بتسليم كافة مؤسسات الدولة، فلا وجود لأي إمكانية حل سياسي. الحل السياسي الحقيقي الذي يمكن أن يؤدي إلى قيام دولة وسلام حقيقي بعيد المدى هو في التزامهم بقرارات مجلس الأمن الدولي وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب. بدون ذلك لا يمكن أن يتوفر سلام حقيقي. الحرب طالت خلال هذه الفترة كاملة، نحن الآن نشارف على 4 سنوات، والسبب أن هناك قوى دولية تعمل على عكس الخطاب الدولي وخطاب القانون الدولي والهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تعمل من خلف الستار على دعم الحوثيين والضغط على الحكومة الشرعية وعلى التحالف العربي لإبطاء المعارك العسكرية، إبطاءها ومنعها من الحسم في أكثر من منطقة وأكثر من جبهة، وذلك بهدف تمكين الحوثيين من البقاء أطول فترة ممكنة واستخدامهم كورقة ابتزاز ضد مختلف القوى في المنطقة وفي مقدمتها السعودية والإمارات. نعم. وهذا يجعل المنطقة فضاء. يعني البعض كان يتعامل مع التحرك صوب الحديدة والسيطرة على مطارها في معركة كانت معركة وصفت بالبطولية من قبل الجيش اليمني والتحالف العربي وعدد من الألوية، تحديدا الكيلو 16 قبل المطار، الطريق الواصل ما بين الحديدة وصنعاء. البعض كان يتعامل مع ميناء الحديدة ومع الحديدة بأكملها باعتبارها مسألة وقت ليس إلا، لكن على ما يبدو المسألة طالت. ما الذي يجعل إذن التحالف العربي والحكومة الشرعية تذهب للقول بأنها تبدي الخيار السلمي الآن، إذا كانت على ما يبدو الأمور على المستوى العسكري لم تحسم حتى هذه اللحظة في معركة الحديدة أتحدث؟ كما ذكرت لك قبل قليل، هناك ضغوط دولية مختلفة على الحكومة الشرعية وعلى التحالف العربي للدخول في مفاوضات مع الحوثيين للعودة إلى سلاح السياسة واستخدامه بديلا للحرب. الهدف من هذا هو إما من ناحية إطالة أمد المعركة وجعل اليمن
فقاعا مفتوحا لمختلف التدخلات. والهدف الآخر هو إبقاء الحوثيين كورقة أمنية وورقة ابتزاز طائفي ومذهبي في المنطقة، تسمح لمختلف القوى الدولية بالتدخل في المنطقة بفرض خياراتها بابتزاز دول المنطقة حتى بما فيها إيران. وهذا الأمر يحقق أيضا لهذه الدول كثير من المصالح، ومن ذلك مبيعات أسلحة مستمرة في المنطقة. لكن الحقيقة أن هذه القوى مجتمعة وعلى مستوى الخطاب هي ترى فيما حدث في اليمن انقلابا، وترى ضرورة عودة الحكومة الشرعية. لكن لأن هناك تناقض ما بين هذا الخطاب وما بين مصالحها، نجد هذا التناقض في ممارستها خلف الستار. خلف الستار هي دائما ما تعطي للحوثيين فرصا لإعادة موضعة أنفسهم وإعادة تمكين أنفسهم، وأيضا تدفع باستغلال القضايا الإنسانية التي كانوا هم سببا فيها، ابتزاز أيضا الحكومة الشرعية والتحالف العربي. من ذلك مثلا ميناء الحديدة الذي يزعمون بأنه الميناء الوحيد الذي يستقبل المواد الأساسية والمواد الإغاثية والإنسانية الموجهة إلى اليمن، بينما هناك أكثر من 10 موانئ أخرى تحت الحكومة الشرعية، وبالإمكان أن تستقبل هذه الموانئ كافة المواد الضرورية والأساسية والإنسانية الموجهة إلى اليمن. الأمم المتحدة على أي حال كانت قبل يومين تقريبا تتحدث عن واحدة من أعنف الأزمات الإنسانية حول العالم، تتحدث عن الأزمة اليمنية. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ وضاح الجليل، الكاتب والمحلل السياسي اليمني.